هذا أيضا يقودنا إلى الترحيب بضيفنا الكبير فضيلة الشيخ صلاح الدين بن إبراهيم أحد أئمة المسجد الأقصى. السلام عليكم ورحمة الله يا سيدي، وتعازينا الحارة كأسرة عربية وإسلامية في الراحل الكبير العالم العلامة الشيخ البوطي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك فيكم وبارك في الشام وبارك على الشام وكفى أهل الشام. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى ابن مريم وعلى الخاتم محمد عليهم الصلاة والسلام. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وصار ردءا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فقال صاحب النبي: من يا نبي الله أولاهما بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل الرامي. فالله أسأل أن يرحم شهداء الشام وقتلاها، وأن يجعل الكوكبة الأخيرة رهط القارعة الكريهة في المسجد، مسجد الإيمان، أن يجعلهم محقن دم ومحبس فتنة، وأن يرحم الشيخ الكبير محمد بن سعيد البوطي، وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يرفع درجاته. والحق أقول أنني لا أحسن طويل الرثاء ولا النحيب، ولا أرى الساعة ولا اليوم يوم نحيب ولا رثاء ولا عويل، بل اليوم والساعة يوم خلاص ويوم فصل وكشف ومناصحة. نريد ممن تولى أمن البلد أن يأخذ بالقصاص، وأن يكشف لنا من ذا الذي جلب علينا هذا، ومن الذي اقترف هذا في بلدنا في الشام وما كان فيها. نريد أن يكون يوم فصل، تالله ما قعدت هذا المقعد إلا دفع كيد عن الشام. أنا من الشام، فلسطين من الشام، إنما بيت المقدس الشام، والشام بيت المقدس، ودمشق والقدس صنوان أخوات. فما أقعدنا هذا المقعد إلا لنرد كيد كائد، والكائد كائدان: كائد كاد للشام بحديد ونار لست له، له جيش الشام وجند الشام ومن كان أهلا لحملها وأوارها، وكائد كاد بالكذب والخيانة والغش الذي صدر لنا به السائل هذا فصار علينا. من ذا الذي جلب علينا هذا وجعل الحرام حلالا؟ وقد ملأ الله القرآن والنبوات بحرام الدم وعصمة الدم، حتى كانت آخر خطب محمد عليه الصلاة والسلام: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إنما الكافر من قاتل أخاه، إنما الكافر من قتل أخاه، كما قال عليه الصلاة والسلام جليا مبينا. أريد أن نقعد في المقعد هذا، تالله أردت مرات كثيرة أن أؤخر لقائي وخطابي مع إخوتي وأهلي في الشام ليوم وساعة يكون اللقاء فيه تبريكا وتهنيئا، أن كف الله عنهم
ما كان فيهم من البلاء والضراء والبأساء، أردت أن أجلس مجلسا أهنئهم فيه أن رفع الله عنهم هذا ورد إليهم ألفتهم وجماعتهم، ورجع الأخ أخا لأخيه والجار لجاره، إنما كتب الله وكان أمره قدرا مقدورا. أريد بصوت عال مسموع على هذا الفضاء الفسيح العريض أن أسأل كل علماء المسلمين، من أذن لكم بهذا حتى جعلتم الحرام حلالا؟ سيدي القرآن الذي تتلونه بين أيدينا، ذلكم الذي اكتتب بين يدي نبي الله، ذلكم الذي تلاه الأنبياء، كيف تغير؟ بما تغير؟ ماذا قرأتم؟ كان البيت الحرام الذي جمع الله لنبي الله المسلمين حتى قال لهم لا ترجعوا بعدي كفارا. أريد أن أقول بالصوت الصحيح الصريح المسموع، أريد أن أقول تالله ما جرأ العامة على الناس إلا علماؤها، إلا علماؤها. الدكتور يوسف واتحاد العلماء رأيته وسمعته على العامين، تالله إنني أكذب منه إن لم أقل إنه كذاب. خان الأنبياء، خان المرسلين، خان هذا الكتاب، جعل الحرام حلالا. أنا رأيته سمعته بعدما قتل البوطي رحمه الله، قال كان أخي للأسف، كان صاحبي للأسف، هو يعني يعتب أن قتل في المسجد. أين تريد أن يقتلوه؟ أين أردت أن يقتلوه بعدما أحاط الأمير لك القصر بالمسالح والحرس؟ أين أردت أن يقتلوه؟ أفتيت الناس بالدم، أفتيت الناس بما كان حراما صار حلالا. اتق الله. سمعت محمد بن سعيد البوطي رحمه الله يقول له شبت وشبت، لم يبق بيني وبينك وبين قبرينا إلا أشبر قليلا. أقول له صدق الرجل، صدق الرجل، اتق الله، إنما القرآن القرآن والنبي النبي، كيف صار الحرام حلالا. سمعت أحدهم من الجبهات التي افتتحت علينا في الشام، أنا لست فلسطينيا ولست قدسيا، أنا شامي، كانت فلسطين وكان القدس الشام، وفي النبوات فلسطين الشام والقدس الشام. من ذا الذي جرأكم وافتتح علينا هذه الجبهات؟ قال أمير الجبهة، قال كنا نتمنى أن نقتله ولكن ليس في المسجد، بيننا وبينكم هذا الكتاب الذي زعمتم حمله وكذبكم نبي الله من قبل. قال قوم يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. قالوا كنا نتمنى أن نقتله، عجيب هذا، نتمنى أن نقتله ولكن ليس في المسجد. قولوا لي هذه ليس أخلاق أم دين؟ إن كانت أخلاق الفاضل منعتكم ولم يمنعكم الدين، فأي دين لا يمنعكم وتمنعكم الأخلاق؟ وإن كان دينا فارفعوا لنا هذا الدين الذي شبنا ولما نسمعه، حتى قال عليه الصلاة والسلام فيكم، قال حدثاء الأسنان يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. هذا الكتاب الكتاب، إنما الكافر من قتل أخاه، إنما الكافر من قتل مؤمنا وكفر مؤمنا. قال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال للحبيب الحب لأسامة بن زيد، قال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ هذا هو الكتاب كان القرضاوي يتلو تالله، وأنا أسمعه كان يقول قولوا لأمرائكم، قولوا لبعضكم قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلما صار الأمير شيطانا، ولما صار الأمير عدوا، وصار العدو أخا، لما جلبت علينا الحديد والدم والنار؟ تالله ما صدقت قومك ولا تلوت الكتاب ولا تلوت نبوة بيننا وبينك في الدنيا قبل الآخرة. هذا الكتاب وهذا النبي دعوناك أكثر من مرة، ألف مرة، لو كنت وارث نبي قم كما قام الأنبياء، واجه، قتلت أخاك، هذا رجل سنوك درس معك ونشأ معك وولد معك، كيف قتلته؟ أنت الذي قلت للناس قاتل العالم والجاهل والمدني والعسكري، لم أرك تقول هذا لروما.
وأنت تعلم أنه أخوك، لما فعلت هذا؟ بما ستلقى الله؟ شبت يا رجل. هو يقول قوموا عليهم، اخلعوا أمراءكم، أمضوا في الملك ما أمضوا ورثوها عن آبائهم. حيث أنت؟ بما أين تسكن؟ الأمير الذي تسكن عنده كيف صار أميرا؟ تالله لا أحل لأهل بلد أن يخلعوا أميرهم، تالله لا أحل لأهل بلد أن يحملوا سلاحا على أميرهم أبدا. أقول لمشرقها ومغربها، لشامها وحجازها، أقول لمشرقها ومغربها، لأي أمير كان، من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن حمل على أميرنا السلاح فليس منا، ولا يكون السلاح إلا مع أمير. غدا سيكون أولئك الذين خرجوا علينا أمراء، أسيضعون السلاح؟ أسيلقون السلاح؟ أيقبلون لنا أن نخرج عليهم بالسلاح؟ فلما يكون الحرام حراما اليوم ويصير يكون الحلال حراما اليوم ثم ينقلب علينا غد؟ سمعنا حتى طار عقل الحليم. سيدي الفاضل، هل تسمح يعني هل تسمح لي بسؤال؟ سيدي الفاضل الشيخ صلاح الدين بن إبراهيم، وللشاميين جميعا، أهلا بك يا سيدي. نسعد أمام تدفقك القيمي والأخلاقي والإنساني والديني والروحي، ونجلس مستمعين مصغين لحضرتك، ولكن ما تفضلت به يفتح الأسئلة على مساربها المختلفة. أي إسلام يقتل العلامة البوطي؟ هل نحن أمام علامة عطاف تاريخية، نهاية أزمة، فصل بين السوري واللاسوري؟ هل هنا نحن في نزاع أخلاقي بعضه سياسي أم ماذا؟ الحق أخي، أنا كما قلت أمثالنا وأمثال محمد بن سعيد، وكان يفترض بالقرضاوي كذلك أن لا ينافس أميرا على تراب ولا على ذهب ولا على كرسي. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. سألت أي إسلام يقتل العلامة، بل السؤال أي إسلام يقتل رجلا أسلم الساعة؟ أنت تتحدث عن رجل شاب في العلم، شاب في الإيمان، شاب في الدين، من يعلم له جريرة غير التي يعلمها الله فليقم لنا، من ذا الذي خلى من الكلام حتى يقتل رجلا كهذا؟ علمنا عن نبي الله أن رجلا أسلم الساعة لم يقم صلاة ولا صيام، من قتله صار محله قبل أن يقتله، أي صار في النار. سألتني أي إسلام يحل قتل هذا العالم، بل أي إسلام كما قال عليه الصلاة والسلام يحل قتل من لا يحل دمه، حتى الزانية ما لم تحصن، حتى السارق، حتى الفاجر، من ذا الذي أحل الحرام؟ حين سألت هذا، تالله ما بدلوا دينهم إلا بالشهوات، وما قرأوا من المتشابه كانوا يقرؤون قيل فلان وقيل فلان، هذا الذي أبيناه عليهم قبل أن يفوت الوقت والمقام. أرى أن أمراء المسلمين اليوم سيكونون يوم الدين أبعاضهم حججا على كثير من العلماء. أقول نصيحة، سمعت الرئيس السوري، سمعت الرئيس الأسد يقول لشعبه وقومه، يدعوهم دعوة مباركة لو أخذوا بها لما قتل هذا الرجل ولا سمع لذلك الرجل. قال لهم حتى لا يكونوا طوائف ولا أحزاب مذهبيين، قال لهم لما لا نكون جميعا محمديين؟ أقول له حقا قلت وخيرا فعلت، فاستمسك بها وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. تالله لو كان القرضاوي على هذه لما قتل أخاه ولا أوى حيث هو، فجعل الحديد وراء ظهره، الحديد الأمريكي، يحرق به إخوانهم ويجلب عليهم ما لم تستطعه الولايات ولا هذه الدولة الغاصبة التي أنا فيها.